أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات الكريزي تاكسي، والحلقة دي اسمها حلقة مرض الكلب. جمع الدول فين؟ جمع الدول تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور يا باشا. صباح النور. فين جمع الدول؟ جمع الدول شوف سجارة؟ لا يا غالي، ممكن ديني الغرفة. فين؟ مين ده عادي مش مشكلة. هو حضرتك فين في شارع جامع الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هنا. معاك كبريت انت؟ مش كاترينا. لا عفو خلاص. انا كعان انا. جعان؟ اه انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلة، بحس بالجوع في الحر. جعان ولا مهبط؟ اه مهبط. اصطبحت فهبط؟ لا مش اصطبحت. ما اصطبحتش؟ يبقى عشان كده بقى. انت اكسد كده تبقى ما اصطبحتش. انت شبون اول شبون، تاني شبون معانا. تاني شبون؟ اه تاني شبون. اه لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون. لا مش صاحبك كده. قول يا رب، قول يا رب، مش صاحبك كده يا رب. مالك؟ مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ انت شارب ستروكس ولا ايه؟ انا تعبان والله، تعبان. شارب ستروكس؟ تعبان، كان عندي مرض. لو انت شارب ستروكس قول لي عشان ما اعرف افوقك. لا بس كنت تعبان. امال مالك؟ تعبان ازاي يعني؟ انا نسيت. ايه يا عم؟ انا سمعت على قصه، انا تعبان ولا بتاع ده؟ اه معلش، فحط الاكل بتاعي. الاكل بتاعك؟ اه الاكل بتاعي. هذا ايه ده؟ هذا عظمه. ايه يا عم؟ دي عظمه يا عم. عظمه خفت يا عم. انت بتاكل عظمه انت فيها على الصبح؟ مالك؟ طب بقول لك ايه، نزلني هنا. لا مش هتنزل. هو ايه اللي مش هنزل؟ انت في ايه في دماغك على الصبح؟ يا عم بقول لك نزلني، في ايه؟ ما خافش. ايه هو بس كده؟ ايه ده؟ مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ انت في حاجه في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط. في ايه؟ انا ما خدتش حقنه. حقنه ايه؟ هاو. هاو ايه هاو دي؟ هاو. هو الاستراس ودانا في داهيه. بس يا حبيبي بس سوق يا بابا. يا عم سوق مالك؟ في ايه؟ ما انت كنت بتبيع اول ما ركبت. هاو ايه بس؟ بس يا حبيبي بس يا ابني بس. مالك؟ في ايه الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس. ايه ده تعبان؟ ايه ده يا بابا؟ ايه ده حبيبي؟ تعبان. صبرنا يا رب. انا خدت ستروكس. شارب ستروكس؟ مش هشرب ستروكس. امال مالك؟ في ايه على الصبح؟ يا ابني مالك؟ ما تجننش امي، انا معايا شهادة مامي. اطفال اوعى يا عم كده. مالك في ايه؟ مالك يا عم؟ في ايه على الصبح؟ ايه اللي ايه ده؟ ماله؟ في ايه؟ فك ايه؟ ايه ده؟ وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم؟ في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده شويه؟ ايه ده ازاي يعني؟ في ايه؟ ما تفهمني يا عم. يا عم ايه ده شويه؟ ايه ده؟ ايه فهمني؟ طب اديني ايه ده اهو. فهمني بقى في ايه؟ ايه ده انت شويه؟ هو انت تعرفه؟ ايه ده؟ هو انت تعرفه ولا تفهمني؟ انا عارفه ايه ده شويه. يعني ايه عارفه؟ ماله بقى؟ ايه؟ انتوا دي الشله مجانين مع بعض؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الساعه 11 جاي. هو ايه اللي انت عامله ده؟ النوبه الكبيره جايه. نوبه ايه الكبيره؟ النوبه الكبيره جايه. لازم اخلع. لازم تخلع. تخلع ايه؟ في ايه؟ النوبه الكبيره جايه. يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي. استنى يا بابا، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت روح فين؟ انت روح فين؟ ما قلت لك زفت جامع الدول. عايز ايه؟ انت بتهوهو ولا بتناونا ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو. في ايه؟ ايه هنا مالك؟ في ايه؟ عايز ايه انت على الصبح يا عم؟ ما تنزلني يا عم الركوبه الزفت دي، مفيش طقوسه غيرك. نزلني يابا، نزلني يا عم الحاج. يا عم اقف فينا، نزلني. هتودينا في داهيه، هتلبسنا في حاجه. يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت؟ اقف يا حبيبي. اقف يا بابا. اقف يا بابا، نزلني. اقف يا بابا. ايه اللي
نزلني يا عم، هو يا عم كده نزلني يا عم، انت في ايه مجنون؟ ايه يا جدع انت؟ انت مجنون ولا ايه؟ يا عم عرفني مالك فيها الصبح، اوعى كده بقى، اوعى يا عم كده، اوعى يا عم، افتح الزفت ده. نزيع ولا ما نزيعش؟ لا يا عم زيع، مع انك فرهدتني وطلعت عين امي بس يلا. أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، وضحية من ضحايا حلقة الأبكم. أما دور الخمسة بقولك سمعني يا سمعني كويس أمين. تمام ربنا قويك ربنا قويك احسن من ناس كتير الحمد لله. بعد اذنك ركز بس في السواقة، وبعد كده لما انزل ابقى غني. حبيب طيب بعد اذنك عشان انا مقدر ظروفك. اني مأمن يا رب. طب بص ركز في السواقه. انا مأمن ايه ما يا عم؟ ركز يا عم بس. بس هو اليوم اللي نحوله كده. بص اسمع، انا عايزك تركز. انا يا عم انا عملت لك حاجه عشان اخنقك في ايه بس؟ اليوم الاسود انا بكلمك بالراحه وسوق بالراحه، عشان انا شايفك كده بتاكل كم طب واحنا ماشيين. ارجوك انا مش ناقص انا وحبيبنا. ماشي حقك خلاص بقى، حقك عليا خلاص. استغفر الله العظيم، حقك عليا. ابو احمد العسل انت يا جميل، احلى سواق في المنطقه. الجميل بتاعنا تعرفه ليه؟ ده احسن واحد في المنطقه هنا بيسوق. بس ايه يا ابو احمد اتفاهم معاه؟ مش عارف انا انت عامل ايه وليه؟ والله ما ضايقت يا عم من ساعه ما رجعت. لا 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 عمالك انا بالراحه. ايه ده بتشربوا بامه؟ والله ما حصل. لا اوعى تحصل يا عم، احسن الناس في المنطقه هنا. ده على دماغي من فوق. غسلته لو رايقه ده هيروقها. هو كان بيغني من ايمت شويه. لا معاك الدنيا. والله ما ضايقته. انت فاهم الاحوال كده معاك؟ ازاي بس؟ ده يا باشا احلى واحد في المنطقه، ده فاهم. ما انا بقول له من ساعتها يا حبيبي فاهم كل حاجه. هو بيقرا شفايفك. انا راكب راكب مواصله ولا راكب انا نرفز نفسي؟ خلي بالك الراجل ده ما تضايقوش، ما تتريقش عليه. عم على دماغي من فوق. ده حبيبي بعرفه. الله يخليك. انا راكب الدوره الخامسه. روق عليك، ده رايق وهيشغل لك كده دندنه وام كلثوم. وبص خلاص الله يسهل. خلاص روق كده وما تضايقوش. ماشي ماشي انا حبيبي اشوفك على خير. يلا بالسلامه. الف سلامه حبيبي. انا اسكب المو. يا عم مين انا؟ ابو احمد. كل المنطقه يا ابو احمد بعد ده. انت زعل الراجل ليه يا عم؟ دي الزعل وادي اليوم الاسود اللي انا فيه يا عم. انت مزعل الراجل اليوم ده يا عم؟ والله ما زعلته. ما انت كمان يا عم من حقك. انت لا مش عايز يغني؟ ايه يا عم انت عايز يغني؟ يا عم خليه يغني يا عم طالما الغنى. انت مالك كاتبه ليه؟ عمل ايه؟ عم عمال ياكل مطبات من ساعتها. بقول له ياكل مطبات جعان الراجل يا اخي. انا ايه بالظبط؟ استنى بقى يا عم حرام. انت كمان راكب تعصبني؟ ايوه يعني لسه في واحد نادي دلوقتي وانت. معلش يا احمد بص. بقول له انت ايه يا عم انت ليه؟ والله ما حصل. ايه حرام عليك؟ الراجل كان انا ما عملتش فيه حاجه من ساعتها. انا اخلص بيقول الله 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 في ايه يا عم؟ اهدى بقى اهدى عشان انا محتاج. عشان حالتك انا هكرمك. بقولك لازم عشان حالتك انا هكرمك. انزل استنى يا عم. يا عم انت في ايه؟
في ايه؟ هو انا في شنطه زمالك يا عم؟ انا مسكت استنى انت بقى ما تنافسنيش انت مسكت ركبت معصب اهلي انا اهدى اهدى يا استاذ لو فيش اهدى انت اللي محتاج حالتك يا عم انا مقدر اكتر منك يا عم ما تنافسنيش امي يا عم انت اوعي ايدك يا عم اسكت انت ما تنافسنيش يا عم اسكت انت قوم التاكسي ده الراجل عايز يغني يا عم يغني ايه يا عم معايا يا اخي يا ربي غني معايا يا اخي غني معايا ان ان روح غني 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 يلا حاضر غني بص يا عم يومك الاسود انت هو قول معايا الاسود ده غني معايا اغني ايه يا عم انا ورايا شغل يا عم مش فاضيكوا يا عم في اليوم الاسود ده حد يوصل للشغل غني معايا ربي اقيمي انا واحد مش شايف مجالي بقى يا عم هبط ايه يا عم انت على فكره انت مستفز اقسم بالله يا جدع انت مستفز يا جدع انزل اوعى ايدك يا عم انت افتح امك افتح امك روح يا عم افتح امك كل سنه وانت طيب اعزائي المشاهدين النهارده حلقه جديده وهي حلقه النبطشي الجو حر نور مفيش مناديل عندك هنا في العربيه لا والله ما فيش للاسف ده اسمه كلام لا من يا باشا العربيه حلوه زي دي كان في مناديل حبيبي يا باشا وصباح الجمال اسم الكريم ايه اسمه ميسره ميسره بسم الله ما شاء الله منور الدنيا يا عم ميسوره عم ميسوره دي امبلهين بقى ولا ده ايه اللي فيه ده امبلهين حلو اهلا صلي على النبي يا عم ميسوره لا ده انت في الدماغ عاليه قوي ارفع الشعاله طب بقول لك والاستاذ سلام حضور استقبال الاستاذ ميسوره ايوه الاستاذ ميسوره واحد ايوه الاستاذ ميسوره اثنين تمام الاستاذ ميسوره الجامع لوحدك ولا الاستاذ ميسوره بس على الزرار منين ميسوره افصلك منين ميسوره ميسوره ميقيع الاستاذ ميسره منور وحضر منور وقال سنه فرحنا باسم الصحبه الطيبه باسم الجامع السعيد كله من حبنا حب ناصر بتاعنا متاعه ومن جرينا جرينا احنا معانا اجتماع وتلا لا 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 ماسك الطاره بس يا باشا ما انا ماسك الطاره انت قلقان من ايه؟ ده احنا مش قلقان من حاجه ما بقلقش انا بنحتفل اقسم بالله شغل حاجه بقى شغل حاجة؟ أوه. انا هشغل لك احلى حاجة في الدنيا يا باشا حبيبي عد يا باشا اركب يا باشا اركب هتعرف حالنا يا باشا احلى مسا احلى مسا احلى مسا عليك يا باشا واحنا معانا اي حد احنا معانا الاستاذ ميسره يا صباح الهنا والسرور صباح الهنا اربع الشعاره طبالة والاستاذ سلام حضور استقبالنا والاستاذ ميسره يلا واحد مالوش تاني العدد تلاتة الصحبة المربعة وش العاد ستة قارعة اللي بعد الستة اللي بعد منهم تسعة عشرة العشرة الطيبة ولا يا ولا يا عرباوي باشا يا باشا يا باشا يا باشا النقطة باشا ما تكسبناش نقطة يلا يا باشا هز يا باشا هز يا باشا أنا هنقط لو هنقط أنت هنقط عشان المزة دي ومالا باشا بس يا باشا ده احنا كلنا تحت أمرك ونقعدوا بقى اتهور يا باشا 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 ا
يا باشا الطلاق جرب يا باشا جرب يا باشا جرب يا باشا جرب يا باشا جرب عشان خاطر يا باشا اتهور الله يبارك لك جرب الله يبارك لك بتعملوه ده يا عم بنحتفل بيك مالك بتحتفلوا ايه اوعى ايدك طب روق على حالك اديني الكاش ده بس كارت ايه بس الفلوس خلاص كده كفايه فلوس ماشي يا عم وبعدين انت ما وصلتنيش اتبسطت 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 وزفناك والدنيا حلوه يعني ايه اتبسطت الناس دي ناس دي وجريه هو القعده معانا وحشه ولا ايه جبت عرق باشا انا جبت عرق باشا الناس دي وجريه جبت عرق باشا جبت عرق باشا جابوا منين اوريك العرق باشا جابوا منين وشه يا باشا فين تاني وشه يا باشا فين تاني ده يا باشا ركز معايا يا باشا ركز بقى يا باشا خلاص مشكلتنا يا باشا عايزين 50 جنيه كمان زشيت الدنيا حلوه انزل يلا انزل يلا انزل يلا اوعى ايدك يا اوعى ايدك دي شويه انت انزل واحنا هنجري انا مش نازل بس خلاص طب روق انزل يلا افتح العربيه يلا افتح العربيه يا ده انا هدش لكم لا ما تشملش تشمل ايه بقول لك ايه افتح اللي افتح لهم الباب اجي اجي ثانيه يا باشا افتح لهم الباب طب خلاص خلاص انا مش هاكل مش هاكل مش هاكل بص انا معاك على حرام ما اسيب حد فيكم خلاص خلاص انت عايز انا فاهم ازاي ولا اي اوعى لا مش انا اوعى اه اسود انزل يا بنت انزل لا انت لا انزل يا بنت لا 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 مش هنقدر انزل انزل البنت خلاص خلاص بنصور بنهزر بنهزر بالله مش هقدر اكمل انت بتاع تفرمني الفلوس بقى ظروفها يا عم الفلوس هتاخدها والموز هتسيبها وبعد كده خلاص بقى ما طلعت موزه بلاستيك لا يا عم مفيش الكلام ده نزيع